ولأنه السرعة في انتخاب رئيس مجلس النواب من الضروريات ومن المهم حتى تنطلق الموازنة ونستطيع أن نصرف أموال لهذا الشعب اللي اليوم يعاني ما يعاني. بداية نحب أنه تنحل مشكلة انتخاب رئيس برلمان العراقي، إن هذا الموضوع يعني طال فترة طويلة. نتمنى انتخاب شخصية تخدم العراق عموما وكل محافظاته، لكن ما مع انتخاب شخصية قديمة أو من الوجوه القديمة اللي مجرد الاتفاقات السياسية تكون عليها، طبعا هذا ما راح يخدم البلاد ولا يخدم المحافظات العراقية وخاصة نينوى. جرب لا يجرب، الشخصيات السابقة أو كما يسمون المخضرمين في السياسة نريد أن يتم استبعاد هؤلاء لأنهم لم يقدموا شيء للمحافظات المحررة مثل صلاح الدين والأنبار والموصل. ندعم الشخصيات الجديدة والوجوه الجديدة السياسية التي تريد أن تخدم وتقدم خدمة للبلد. الشخصية الشبابية أحسن مما شخصية انتخبناها وجد قاعدته وما استفدنا منك شيء، فخلي نجرب الشباب. الشباب أحسن، عندهم طموح وعندهم اطلاع.